ما حكم من صلى مغمض العينين لأنه يجد بذلك الخشوع العلماء يطلقون الكراهة في إغماض العينين أثناء الصلاة وقالوا إنه من فعل اليهود وفي هذا تشبه بهم لكن من أهل العلم من لا يثبت هذا التشبه ويرى أنه إذا كان يحقق الخشوع اجتماع القلب انه لا باس به والله اعلم